للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وطبعا بنشكر من حي الجماهير اللي كانت موجوده النهارده في استاد برج العرب رغم ان المباراه متاخره الساعه 9 وبتنتهي الساعه 11 وفي مش يعني بالوقت متاخر في الرجوع، لكن النهارده كان يعني باين دورهم المهم جدا في المكسب اللي اتاخر الشوط الثاني. معلش يا كابتن اسامه انا بس عايز اقول لحضراتكم ان حتى هذه اللحظه لاسارتي قاعد في غرف خلع الملابس ولم يخرج الى المؤتمر الصحفي، قاعد مع اللعيبه عامل اجتماع بعد المباراه، واضح ان هو بيتكلم مع اللاعبين في شيء مهم، فلازم طبعا بننقل للناس ما يحدث في المباراه. والنهارده الهدف رقم 400 للنادي الاهلي، هدف علي معلول، هو الهدف رقم 400 في دوري ابطال افريقيا. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا يعني بنشكر برضو الجمهور اللي كان موجود النهارده وليه يعني دور مهم النهارده في المكسب اللي اتاخر للشوط الثاني، يعني كان دايما اللي زي ما احنا بنتكلم على الحته البدنيه بتقل الشوط الثاني، لكن النهارده كان في اصرار وعزيمه انك انت تطلع بالمكسب بتاع المباراه. النهارده يعني حتى نقطه اضاعه الفرص الكتيره ظهرت خاصه كمان. اتكلمت عليه. قلنا لو عايزين نحسم المباراه بدري، انت النهارده بتلعب امام فريق قوي، فيتا كلوب من الفرق المرشحه في افريقيا، حتى مرشحه في دوري الابطال، خارج السنه اللي فاتت في نهائي الكونفدراليه زي الاهلي، خرج في النهائي، وصل نهائي البطوله الافريقيه. فانت النهارده يعني انا توقعي ان المجموعه بتاعت الاهلي وفيتا كلوب الاثنين هيصعدوا مع بعض، رغم النهارده فوز سيمبا، لكن فيتا كلوب هيبقى يعني فريق مرشح بقوه. انت النهارده يعني المدير الفني بيذاكر النادي الاهلي بشكل جيد جدا، قافل على مفتاح لعب النادي الاهلي، حافظ علي معلول ورمضان صبحي، عارف وليد سليمان، عارف الخطوره، لكن النهارده النادي الاهلي هو اللي يستحق المكسب. يعني استحواذ على مدار 90 دقيقه كان هو اللي استحواذ للنادي الاهلي، الفرص الضائعه اللي احنا كنا بنتكلم عنها وقلنا النادي الاهلي لازم يعني حته الفرص الضائعه لازم في مباريات هتلاقي فيها صعوبه، اللي بيفتح المباراه هو الهدف البدري، رغم انها اتاخرت لكن النهارده كان في التزام دفاعي بشكل كبير، واتكلمنا عنه النهارده من الرباعي الخلفي. النهارده نجم المباراه من وجهه نظري محمد هاني النهارده ادى مباراه رائعه جدا، يعني انا شخصيا ما شفتش محمد هاني بالقوه الدفاعيه والقوه الهجوميه النهارده في نفس الوقت، وظهرت كمان يا كابتن اسلام في الهدف. كلمتك انا على النقطه، اول مره صبحي لازم علي معلول يعدي، او كان الناحيه الثانيه حسين الشحات لازم محمد هاني يعدي. النهارده اول مره رمضان كان ناحيه اليمين استلم الكره، محمد هاني قطع من وراه، اتعملت مرتين ثلاثه قبل اللعبه دي تحديدا. يعني انت النهارده الكرات العرضيه اللي كانت من علي معلول هم ليهم الافضليه فيها نظرا للاطوال، فكان لازم تضرب يعني تضرب خط الدفاع بتاع فيتا كلوب بالكرات الارضيه. وده حصلت لو تفتكر في كره وليد سليمان اللي اتلعبت على ضربه الجزاء وحطها في ايد الحارس. لكن النهارده النادي الاهلي يستحق ان هو الافضل في الاستحواذ، افضل في الفرص. كان في 10 دقائق ممكن يغيروا بقى مجرى المباراه، خروج هشام محمد، رغم ان احنا يعني هشام محمد ما شفناهوش هشام محمد بتاع كل مباراه، لكن 10 دقائق